شتي اللي حسدوني الناس والله ما بقى فيا الحال وانا راه حاسد راسي على هذا الشيء انا حاسد راسي على هذه الصوره اللي تعلقت اكبر شركه انا حاسد راسي على انني مغربيه ومعايا بنت بلادي بالفولار معايا بنت بلادي بالفولار ها هي بالفولار ديالها حتى هي فوسط النصاره حتى هي دارت تبارك الله الخدمه ديالها وحتى هي تبارك الله دارت بلاصتها شركه ال ار هاد ام بيوتي شركه كاينه على ارض الواقع طوب وحجر حب من حب وكريم من كريم اللي ما عجبوش الحال اختيها لا بوليس خدامين تبارك الله شوفي جا من المانيا جا من الالمان ماشي قنا معلومات جا من الالمان ماشي قنا انفورماسيون ما كيعرفش حتى يهضر اللغه هو كيهضر والسيد كيترجم له خدامين على رسالنا خدامين على وليداتنا البنات راه الله سبحانه وتعالى راه شتي الحيوانات خلق فيهم الحيوانات الشرسه والحيوانات السامه فين عاد كحل الراس اللي في لسانه في استمر ما تيقيش بنت بلادي سيري عند محامي سول على راسك اجي الشركه مرحبا بك كنتي في ايطاليا عندك في ميلانو كنتي في اسبانيا عندك في مدريد كنتي في المانيا عندك في الين كنتي في فرنسا عندك في ليون 32 دوله اوروبيه اللي قالك الشركه كاينه وهذوك اللي دايرين وفاعلين وحنا اللي ما كاينينش ما عندناش الحق اختي شوفي الجيش اللي من مورانا شوفي الجيش اللي من مورانا ما قدوش النصبون ماشي الصابين وماشي الشفارات شوفوا الجيش اللي مورانا فينا هي الجرأة باش نسبي حتى انا تزغبك الله كيخليوكش هاد الناس هادو حقاش الشركه كاينه وركايزها صحه على لا فهمتيني البنات اللي بغات تخدم على راسها كوني قويه ما ديريش اعذار لا حقا ما تكونيش مودينا كنت انا مودينا كنبقى كنبدل ليك واش الشوار ب 6 ساعه سمعتيني اختي الو رقم للتواصل مرحبا بكم البنات على 00 34 41 73 79 19